السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ مزيان شويه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، نتمنى تكون خفيفه على القلوب ديالكم. اسمحوا لي، معكم الاخت ديالكم لبنى من فاس، سن من مواليد 1980. الخدمه ديالي انا جيرون دو بارا فارماسي، وبحكم الخدمه ديالي تنشوف الناس بزاف كيعانيو من مشكل ديال صفاط الشعر، مشكل ديال لابو ديال الجلده ديالهم، مشكل ديال الوزن. مهم، انا اول مره ندير هذا الفيديو هذا، وكنتمنى التشجيعات ديالكم، كنتمناكم تعاونوني بلي لايك، وتعاونوني بلي زابون ديالكم، بلي بارطاج، باش انايا بكم انزيد القدام. المهم ما نطولش عليكم، دابا هذا النهار هذا غنهضروا على جوج الحوايج. الحاجه الاولى ديال النوع ديال البشره، وشنو الحاجه اللي خصنا نديرو ليها. كاينين جوج انواع ديال البشره اللي باينين واللي معروفين في بزاف عند الناس، لابو سيش اللي هي ناشفه، ولابو غرا اللي هي مزيته، وكاينه لا ثوازيام بو اللي هي ميكس، كتكون من هنايا مزيته، من هنا مزيته، ومن هنا ناشفه، من هنا مزيته. المشكل اللي كيطيحو فيه بزاف ديال البنات هما تيكون عندهم لابو ديالهم ناشفه، كيمشيو يديروا لي فوندوطان فوق لابو ديالهم ناشفه. هذا ما كنصحش به نهائيا. علاش؟ لابو ناشفه ودرتي فيها فوندوطان كيف ما بغى يكون، غتقشر لك وغتبقى تزيد تنشف لك، غيكون ديما عندك مشكل فيما دهني، غتبقى كيخرجوا لك البيوضيه هنايا في وجهك، كيتقشروا الوجه، كيتقشر الوجه. النصيحه اللي نعطيكم للناس عندهم لابو ديالهم ناشفه هي لي صابون نحيدهم كاع في مره، نبقاو نغسلو بلا جيل، لي جيل دوش ديال بور فيزاج ديال الوجه، واللي ما عندوش باش ياخذ لو جيل ديال الدوش، لو جيل ديال الفيزاج ديال الوجه، لي جيل دوش ديالو اللي كيغسل بيه بور لو كور، نديروه نغسلو بيه وجهنا. ما كنديروش لو جيل، كنديرو غير صابونه، نحيدو الصابونه، نغسل وجهي غير بالماء من قبل ما نغسلو، ناخذ له زويته بلديه، ما عندي لا كريم لا والو، ناخذ له زويته بلديه ندهنها له لوجهي، نخلي 11 دقائق حتى 15 دقيقه ماشي مشكل، ونمشي نغسل وجهي بالماء عادي، ما نغسلش بالصابون، نغسل بالماء عادي. علاش الماء عادي؟ بلا صابونه كيبقى تبقى لابو ديالك شويه مزيته، دونك احنا ربحنا، لابو اتبقى تزيتنا، ما تبقاش ساش، ما تبقاش ناشفه. ديك الساعات ملي بغي ندير فوندو تاع ديالي نديرو عادي، ندوزو هاد المرحلة هادي، أمشيو لي لابو ديالهم كغا مزيتة بزاف وعندهم مشكل كتخرج لهم لي بوطون. هذا المشكل النصيحة الأولى ديالي اللي نعطيهم هما يبقاو يغسلو بواحد لو صافون سميتها نوفو باك، أنا نوريها لكم، كتكون في البارا، أصبر خليكم معايا شوية، أنا نوريكم نيتا البارا ديالي، ها هي ها البارا، ها الصابونة هي هادي نوفو باك، انا نجيبها نوريها لكم. هاد الصابونه هادي البنات، هادي صابونه زوينه بزاف فوغ لا بوغرام، ديال الوجه ديالهم زيت بزاف. شنو كدير لنا؟ كتنشف لنا لابو، باردو، كتنشف لنا لابو، ما كتبقاش مزيته، كتنشف لنا لابو ما كتبقاش مزيته، هي هادي السميه ديالها نوفو باك، هادي هي السميه ديالها، فعاله مضاده للبكتيريا بزاف، وهادي كتكون غير في الفارماسي لانها برودوي فارماسيوتيك، كتيبس الحبوب وما كتخليكش تخليش لي طاش في الوجه، حيت ملي كيبسو الحبوب ملي كنبقاو نقصو بيدينا، تقدر تقول الحبيب كنبقاو نقصو بيدينا، كتبقى ديك لي طاش في الوجه. دونك هذا البنات كتحيد لابو، تحيد لي طاش، كتيبس الحبوب، خاص كريم اونتي طاش ضروري عندها المشكل ديال لي طاش في الوجه. هادي ديرها السيدة اللي عندها لابو ديالها مزيته كغال، ديرها بكل، ديرها تخوا فوا باغ جوغ، تعدد المرات في النهار ماشي مشكل، بلاك زوينه بزاف، هي كتعاون لي لابو ديالو مزيته بزاف. امشيو لهذا لي زيكرون، لي زيكرون البنات اللي لابو ديالها كيما قلت لكم ناشفه، ما كدير ما ديرش صابونه، تحيد صابونه تصب بلو جيل ولا بالماء عادي، دير غير ايكرون انفيزيبل،
بيضاء، لانكم ما درنا ايكرون فون دو تان اللي فيها اللون كيزيد وجهنا ينشف. دونك خاصنا لابو ديالنا حنا نحافظوا عليها شويه ونديرو نديروها سمحوا لي التليفون يطفى ليا نديرو الشارجه بالنسبه لي زيكرون، لان ضروري خصنا نخرج بلي زيكرون، خصنا نديرو ليكرون لوجهنا، لان وجهنا الا ما درناش ليكرون كيتعرضنا للشمس وكيتسحرق لنا بزاف. دونك البنات من الاحسن نديرو ليكرون اللي وجهو ناشف يدير ايكرون انفيزيبل. كاين اللي كتبغي دير فوندوتا ضروري ايكرون فوندوتا ولا فوندوتا، ننصح البنات اللي لابو ديالها ناشفه دير كريم ايدهاتون من تحت، تخلي واحد 5 دقائق قبل ما دير الفوندوتا. من الاحسن ايكرون فوندوتا كتكون حمايه طالعه بزاف، وعاد دير فوندوتا ليكرون ديالها كي بغات. ولي لاكم ديال لابو ديالهم زيت او كتبغي دير فوندوتا ولا ايكرون فوندوتا، هذيك ما عندهاش مشكل دير فوندوتا عاديه. المهم البنات نتمنى نكون خفيفه على قلبكم، ونتمنى الدعم ديالكم واللي لايك ديالكم واللي زابون تابونا تابونا تابونا، حيت بيكم نتوما البنات انا نزيد القدام. وشكرا لكم، نهاركم مبروك، معكم اختكم لبنى. باي باي، تابونا 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 تابونا، السلام عليكم.